السلام عليكم ومرحبا بكم في التكوين اللي كتنظموه جمعية التربية الرقمية. التكوين عنده علاقة بواحد الحجمة ديال التطبيقات اللي غنتعرفوا عليها، وباش نتمكنوا نولجوا لهذه الحجمة ديال التطبيقات خص ضروري يكون عندنا حساب تعليم. وما كلنا كنعرفوا على ان نساء ورجال التعليم كاملين عندهم هذا الحساب ديال التعليم. وما وهذا الحساب هذا كيمكنكم باش تولجوا او باش تستافدوا من واحد الحجمه ديال التطبيقات اللي هي صلب موضوع هذا التكوين. هذه الحجمه ديال التطبيقات هي لاشويت مايكروسوفت اوفيس 365 او حجمه مايكروسوفت اوفيس 365. الجميل في الامر هو ان هذه حجمه اوفيس 365 مجانيه 100% بالنسبه للناس اللي عندهم حساب تعليم. وما اذا باش نتمكنوا نولجوا لهذه الحجمه ديال مايكروسوفت اوفيس 365 غادي نحاولوا نمشيو لجوجل وغادي نكتبوا اوفيس 365 وغنحاولوا نضغطوا على اول رابط كيظهر معنا، او لا بامكاننا نكتبوا بشكل مباشر هنا في هذا المكان هذا نكتبوا www.office.com. اذا كنضغطوا باش ندخلوا، وهنا كنضغطوا على كونيكسيون. اذا هنا غادي تدخل البريد ديالك ديال التعليم وما كتضغط على سويفون، ومن بعد كتدخل المود باس وكدير سي كونيكتي. مباشرة الموقع كيحولك لهذه الواجهة هذه. هذه الواجهة هذه هي الواجهة ديال الحجمة ديال اوفيس 365 او مايكروسوفت 365. كما كتلاحظوا هنا على اليسار مكتوب الاسم ديال الحجمة، وعلى اليمين خصك تلقى هنايا الاسم ديال صاحب ذاك البريد تعليم بوما اللي درتي به كونيكسيون او اللي تكونيكتي به. اذا هنا اون فوا كتضغط في هذا المكان هذا ديال الاسم ديالك كيطلع لك هنا الاسم ديالك، وممكن تكليك على افيشي لي كونت وتشوف لو كونت ديالك واي شيء عنده علاقه بالحساب ديالك. هنا ممكن دير شوك ديكونيكتي الا بغيت مثلا نخرج من هذا الموقع هذا. هنا كيبان لك الوزاره اللي انت تابع ليها او لورغانيزاسيون اللي انت تابع ليها واللي خلاتك تستفاد من هاد الحجمه ديال لوفيس 365. هنا عندنا لي بارامتر، وفي هاد لي بارامتر ممكن نغيرو لتام ولا تام عندهم علاقة بهاد الواجهة اللي كاينة هنا او هاد الصورة اللي كاينة هنا او هاد الالوان اللي موجودة هنا. اذا لاحظوا مثلا الا اختارينا شي تام واحد اخر لاحظ هنا كيوقع تغيير. الا اختارينا مثلا صورة كذلك هنا كيوقع تغيير. ممكن تكليك على افيشيتو وتختار من ضمن داك الصور اللي كيقترحهم عليك الموقع. ممكن نشونجي لا لونك، ممكن نغير اللغة ونختار اللغة العربية مثلا او اي لغة كانت. ممكن مثلا تختار المود صوم او لا المود نوي كيرجع الموقع بحال الشكل هذا بالاسود الا كنتو كتحبذوا هذا الشكل هذا. ممكن نغير كذلك المود باس او القرن السري الخاص بيا اللي كيمكنني باش نولج لهذا لوفيس 365. وهنا عندي واحد المجموعه من الاشياء اللي ممكن نكتشفها مع الوقت. اذا على اليسار شنو كاين عندنا هنا على اليسار، نحيدوا بعدا هاد لي بارامتر ونسدوهم. على اليسار كما كتلاحظوا شنو كاين، كاين التطبيقات المتاحه في هذه الحجمه ديال لوفيس 365. اذا التطبيقات المعروفه اللي كنعرفوا مثلا بحال الوورد بحال الاكسل بحال باوربوينت بحال مثلا الاوتلوك الوان درايف وان نوت شيربوينت تيمز، وكاين مجموعه من التطبيقات اخرى. الا بغيت نافيشي هاد التطبيقات هادو كامله كنكليك على توت لي زابليكاسيون، وهنا كيبين لك جميع التطبيقات اللي بامكانك تستعملها بشكل مجاني والمتاحه في اطار هاد الحجمه ديال لوفيس 365. مثلا بحال كالوندريي، بحال مثلا كلاس نوتبوك، بحال مثلا كيزالا ستريم وايت بورد تيمز يامر، وكاين مجموعات اخرى من التطبيقات ومن المصطلحات اللي بامكاننا اننا نستعملوها كما سبق وذكرت. اذا نحاولوا نرجعوا شويه للخلف. هذه الواجهه هذه شنو فيها كذلك، فيها كذلك الاشياء اللي انت خدمت عليها اخر مره. مثلا انا خدمت اخر مره على هذه
الفيديو مثلا، وهذا الفيديو كذلك. لو انني خدمت على اشياء اخرى غتبان لك هنا في هذا المكان هذا. هنا في الاسفل كيبانوا لك المعلومات اللي يا اما ترسلت لك او انت اللي رسلتها او اشتغلت عليها. جيد، وهنا في هذا المكان هذا مكتوبة انستالي اوفيس، هذه غتمكنك باش انستالي او باش تقوم بالتسطيب ديال هذه الحجمة ديال الاوفيس 365 على الجهاز ديالك، سواء كان حاسوب او هاتف نقال او مثلا لوحة الكترونية.